بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن إثبات السحب من موقع bits to you. طبعا تحدثنا وتكلمنا وشرحنا موقع bits to you، سوف أضع لكم كل ذلك إن شاء الله أسفل الفيديو. موقع bits2u كان حد السحب به هو عبارة عن 400,000، ثم أصبح عندما نزلت الأسعار أصبح حد السحب 600,000، وقالوا إذا رجع البيتكوين 800,000 دولار سوف يتم إرجاع حد السحب إلى 400,000، وبالفعل تم إرجاعه، والآن تم زيادته إلى غاية 1,000,000. طبعا من يريد أن يعرف السبب فليسجل دخول في الموقع. أول ما يسجل دخول في الموقع تنبثق له رسالة سوف يجد بها التفاصيل، أو يراجع بريده الإلكتروني وسوف يجد ذلك على بريده الإلكتروني. كما ترون إذا أردنا نسحب بالبيتكوين فأقل شيء هو عبارة عن 1,000,000. سابقا كان 400 ثم أصبح 600 ثم رجع 400 والآن أصبح 1,000,000. أما البيتكوين كاش فها هو، لا أذكر الأرقام السابقة كم. على العموم إثبات السحب، طبعا أنا وصلت إلى هذا المبلغ كما ترونه، وصلت إلى 511,093، وكنت أنتظر أن أصل إلى 600، لأنهم كما ذكرت لكم جعلوه 600 بسبب نزول الأسعار، لكن الأسعار ارتفعت فأرجعوا إلى 400، فصرت أنا الآن أعلى من 400، فتم إرسال هذا المبلغ لي بكل نجاح. كما ترون العملة BTC بتاريخ 25/7/2018، طبعا اليوم 29/7/2018. أنا أعتذر عن التأخر في شرح هذا الفيديو وذلك بسبب الظروف القاهرة، وها هو كما ترون الوقت بالساعة والدقائق والثواني، ها هو المبلغ. وكذلك كان سعر BTC عند إرسال هذا المبلغ لي كان سعره 8,410 دولار، وها هو العنوان الذي تم إرساله لي، والتكست ID لو أبي أشيك أضغط هنا. طيب، من يريد أن يعمل في هذا الموقع فيعمل، وبناء على أن الموقع يعني صادق إلى حدود الساعة، صادق إلى حدود الساعة، صادق إلى حدود الساعة. انظروا أنا كررتها 3 مرات. طيب، كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.